رجعنا فقدنا الأمل، رجعوا تربطوا إيدينا. أنا رح موت من قهري. مالي قدران أعمل شي. بكرة أول شغلة بنعملها بنخبر القاضي. ماشي، وخلينه يراقبوا موبايله لفاطمة كمان. أنت راقبه لكريم ليقوم يغلط له شي غلطة. عم يضغطوا عليه كتير مو شوي. يو بدك تكبي؟ ايه كبي، بيكون لمسه هداك الواطي. كريم شو رح تعمل؟ كريم لوين رايح؟ رايح شوف من وين فات وكيف طلع. وانت لوين؟ فوت على الحمام وبعدين على النوم. يلا اركض. واقف لوين؟ لا تخاف، ماني رايح لعندهم. لا تخاف، بده يعرف كيف فات على البيت. قلتك فايت من هون؟ لا ما بظن، لأنه يومين كنا عم نشوي سمك والمنقل كان هون. المنقل كان هون بالضبط، مستحيل يفوت بدون ما نشوفه. بيجوز فات قبل ما تجوا لهون وتخبى جوا. يعني كان طول اليوم متخبي لحتى شفت انت سيارته؟ ما بعرف كريم، أنا قلت بيجوز مو أكيد. لكن فتح دغري مو مسكر. قلتك كان متخبي هون؟ ايه والله انا هيك بعتقد. معناتها سمع كل اللي حكيناه ونحن عم نشوي. يعني فات على بيتنا وتسمع علينا بدون ما نعرف. بولي، الصوت جاي من الابو. كريم، نحن هون مريم خانوم. بس لو نلاقي بصمه لإله. بيكون لمس شي هون، اكيد بنلاقي بصمه بشي مكان. يو، فات على البيت من هون؟ مستحيل يفوت من الباب الرئيسي. ايه الباب ما له قفل ميسر، دفشة بينفتح. كريم دفش وقام فورا انفتح. ومن هون طلع على البيت ان شاء الله. الله يوفقه. طيب كيف بدنا نثبت هلا انه كان هون؟ مثل ما قلت لك، اكيد بيلتقى له بصمه بشي قرنه هون. لمعي القصه صار لها زمان، بتكون راحت اثار البصمات. رح اتصل بالشرطه. ايه دق له. بيكون احسن. لمعي. لا تتدخل بقصص مالك فيها، بكره بتنحط كل القصه بظهرك انت. ميسر، يوميتا انا ومراد نزلنا لتحت على الابو، نزلنا الطاوله لتحت، بجوز وقتها كان هنيك، منيح ما شفته وقتها. لمعي عقال بقى رح تجنني بعمايلك هي؟ على القليله فكر بولادك شوي، يلا امشي، لا تتدخل بقصص مالك فيها. لا تحكي هيك ميسر، انا بفديها بروحي لاختي. ايه والله سبع يا بعدي، ما بكفيك اللي عشناه بهالفتره الماضيه. إذا ما بدك تفكر فينا فكر بحالك، ما بكفي الكل هون عم بيفكروا فاطمة وعم يرقدوا بس ليرضوها. ليك تفضل، السفرة ما حدا شالها لمعي. خلاص أنا بساعدك. يا ترى هالزلمة كيف فات لجوا؟ بس أكيد ترك وراه شي أثر. فاطمة شو عم تعملي؟ شو رح تعملي بهالوقت؟ إيه شو جنيتي؟ ما دخلك.
حكينا وقتها عن مراد وعن موته وعن مصطفى والرسالة اللي تركتها نور لأبي بيكون سمع كل هاد. مو بعيدة. ايه طبعا، بالمغفر قال للشرطة انه نحن رفقات وعم بيحاولوا يوقعوا بيناتنا وعم يخبص بالحكي كتير. لشو مستعجلة يا بنت؟ تركيها لبكرة. قلتلك لا تتدخلي. لك تركيها لبكرة وانا بساعده. شو بكون؟ شوفي لك، انا اتصلت هلا بالشرطه وخبرتهم رح يجوا مشان البصمات. قلت لها ما عم ترد. صرنا منطفين البيت كذا مره، بس لازم نلاقي دليل يثبت انه هداك الزلمه كان هون وفات على البيت. لمعي خلص بقى بلا حكي فاضي، قولوا لي بقى كيف نأمن على حالنا بهالبيت؟ صار اللي فايت فايت واللي طالع طالع. اي قطع عمر هالعيشه. لا تلمسها، بدي امسحها. الله لا يوفقهم إن شاء الله. عكروا مزاجنا وما قدرت أعمل شيء. واقف وعم بتفرج وبس، إيدي مربطين. أنا صاير عديم الفائدة يا فاطمة، أنا صاير عاجز وجبان كمان. أصلا ما في شيء لتعمله، بكرة القاضي رح يعاقبهم وما فيهم يهربوا من القانون. ما بعرف إذا رح نوصل لنتيجة. إيه مزبوط، الله أعلم كم مرة تنظف الأبو من يومتها. على الأغلب هو فات من هذا الباب وطلع لفوق على أوضة مرتي، ما بتعرف شو عمل فوق كمان. كريم خلصنا، نحن قدمنا شكوى وهن بيتكفلوا بالباقي. فوق كل هذا عم بدق لها، تخيل عنده الشجاعة ليحاكيها لمرتي. كريم طلع على غرفتك أنت. تركني أستاذ. لك يلا طلع طلع. اي شو خلصتوا مسح وتنظيف؟ لساتها عم تكنس وتمسح. ايه الله يهديها، حدا بيمسح بنص الليل؟ كريم شو صار، خلاص راحوا الشرطة؟ لا امي لساتهم هون. كريم هي مرتك يمكن جنت، صارت ماسحة الخزانة اكثر من 100 مرة. الظاهر رح تضلها هيك للصبح. كريم خلص اتركها يا ابني، طالما هالشي بده يريحها. ماشي امي. لا تفوت عم بمسح. فاطمة خلص حاجة تمسح، يتركي من ايدك. تركني بدي امسحها. فاطمة خلص. كريم مشان الله ما تتدخل، اذا ما مسحت ونظفت منيح ما فيني المس شي. طيب اسمعيني، شو رأيك نترك هون ونروح على بيت ابي؟ بدك يانا نهرب يعني؟ امسحي قد ما بدك، بس ما رح تقدري تمسحي الاثر اللي تركوه. انت بتعرفي هذا الشي، لهيك لا تعذبي حالك. انت عم بتقلي هالحكي؟ يعني بدك تسلم لهم؟ ما بدي سلم لهم، بس شو بدنا نعمل؟ انت قلي لي كيف بدي انا اعاقبهم. اكيد مو انت اللي راح تعاقبهم. لحد هلا ما قدرنا نمسك عليهم اي شي، دائما بيقدروا ينفذوا. لا هني حكوا انا اللي سكتت، هني ضغطوا علينا ونحن خرسنا. فاطمة حاسس إيدي مربطين وما عاد يطلع بإيدي أي شيء. كريم خلص اهدى شوي، مو أنت اللي كنت تقلي ما لازم سلم لهم؟ وكنت تقلي لازم ضل قوية وقاوم قد ما فيني؟ وهلأ بدك يعني أضعف قدامهم؟ طلع فيني. إذا أنت تعرفت كيف بدي استمر بمعركتي معهم؟
بعرف انك تعبت ومليت من هالوضع، بس ولو واحد فيكم تعب قدي انا، ولو واحد فيكم حمل على ظهره الحمل اللي حملته انا. بعرف اني بضعف احيانا، بس بعدين برجع بكمل. متأكدة انه رح يجي يوم ورح نرتاح فيه كلياتنا، ولهيك انا عم بصبر. الامل موجود كريم، وانا رح ضل عايشة ومتأملة. صدقني رح يجي هاليوم ورح نمسح اي اثر لهم من حياتنا كلياتها. بترجاك ما تاخد قرار خطأ. بتلبتني لما بتعصب. الله يخليك، خليك متفائل لنقدر نكمل. ما تفقد الأمل مشاني أنا. صبرنا كتير لوصلنا لهون.